شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب رو رو فدشو لبوتير جبان ما تري همزان بي كما دوبا فخرج يسعى لديم دوبا لم يقف لأحد نمت قبلة دابا معدا لأبي جهل أبا جهل تيب قباوي ديما إذا لقيه أن يوقع به أبا جهل تيب رب ولفده بلاتا كي تبوثوف ديما جدوبا لديم لديم فلما دخل المسجد وقوم مسجد خير سيني قام على رأسه لقيتما أبا جهل مترا أبا جهل وقال له يا مصفر استه يا دالت مؤرم وتقوت قديسه تشتم ابن أخي أتي المبيزغي يا أرب ستابه وأنا على ديني أنو أمن من أرى الرخاة جدوا أي أمي وان فجزا في جيجو أما تبير قصاتي يندوا أما تدير واني تفدل بيرتين بيرتين قرارة قرارة ما بوجدوا نمني قو يو تتقاو لي بو أنو إسلامي يو ميش إير وان فهيته بدي تا قصاتي أما أتي قو يو قربا حديثو دي ديمي مي أنو إسلامي وان فجزا في جيجو أي أمي وان فجزا ديسو جنيري yoga kana je qurban ara itijira thumma darafahu bil qawsi gobo sawar ka gabsanin de fashajjahu shajjatan mujarta dawedu fotto isakadere minote duwa fasara rijalun min bani makhzum dubi walidote gosti abu jali bani makhzum jani lafa uride wasara banu hashim gosti hamza lafa uride hayu hamza dubi walsen da makala qureshi waligalde yoga kana jarsi abba jali kana jar saban sen duwa فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة إيسا ليسا أبا عمارة جنيني حمزة بنبت فإني سببت ابن أخيه أنات إلما أبوليسا الربسي سببا كبيحا الربهما الربسي دوغا قبا أبا دفا جدوا جارسي جارسي جارسة فقطة جارسي من دوغا مالين ديمان بيني بيتا أفيفو وليقر قال للنبي نسترفة جو صداقة بدوغا مالي ونفي متيني لو غافي جارسي حمالة جارسي آخر دوا يو خائم بني مخزومي بني هاشم والسين تي نمبكي فرجار كتي ايخا بسي ولي بوتي مي نبي انجزو أن سرمي وجدو ولي نمتو كنجرو خلاف ركيني اكا جلتين ارغمني خاتيني مسر ياو ريبي وانسا قوي بدوا دابا دابا اوغاقبا اوغاقنا داوي تيتو ما دامسو دوا بيزا دبي كنا نمني امان اللي بكا كنا بي خطوا يارس أبا الحكم جاني رب موت أبو جهل جاني ملي أبا الحكم جاني دوا قريشي خلت أبا الحكم إياه أما حكمة أبو جهل وأن من إسلاما وأن تقوصة كتسان جدو رفتي في تنابرو في الدجاء إلا دبرون دين دين يارس أم بيغة دوا أما لولي قصايو خي قولوا قصلمي لميلا قصلا لولي لميلا خلوه لفاقادان نمني ولي ونتي الدنيا كده بيه واي أمانتي نبينا كانوا ولي كانوا يجون يجري هابتهم خلاص معنى النبي نصر من يجون جارسي بق مصر ربيته في دوا دوا كبادي سا لم ميسا كبي دوا دب قل دوا حمزة صوابنا إسلام ويجل وكان إسلام حمزة إسلام من حمزة أول الأمر دره قدرة أنا فت رجل أبا ما جنيني أنا فاجئوني هنا في نفي وهو رجل نمتك أبا أيها مولاه كان قبرك سانتك عني وهو نم صاحب سانتك عني نما رو رو سان ديد قردي ديدا سان إرتي إسلام ما ستاتي جا مال أكاميت نبي أكنا قد جيتشوتو إسلام إسلام قدروا دوا دوا ما ثم شرح الله صدره ربي نيغن أقومسا إسلام ما نقبل إسيت فاستمسك بالعروة الوثقى هذا إن قبل خامن تيدا كباته واعتز به المسلمون مسلم تلل اتنجباته أيما اعتزاز جبات سأجائبا جيتوا جبات سأجائبا مسلم تلل اتنجباته دورا والنصابات يمنوا سناجدوا سنبودا مزمال تتعان إسلام عمر بن خطاب إسلام ما عمري تتعان دوا والروح والرقابة دراء عمانتي ومرفان والرامانتي دراء الأبوستيس جبال دواء وخلال هذا الجو الملبد أما اللي هنا هوا يتمر جو يتمر حالو مقلين سيروخ أجروخ أنا يتمر
يرو هم تو زنگت مسا هاگو گمت بسحائي بالظلم دومي سنظلمي تفي وطغيان خجلنا تن هاگو گمت سنگت خد دومي سي دوکنا ظلمي دا دچي هاگو گي دچي ارگو نما دوركي خرا دي منيس نما دوركي يرو هم تو زنگت آداء برقون آخرة اما سنگاسون برو افتجي بو اشد بريقا ترعف تفي ولكنسي رجب دودا وإداءة من الأول تدراسة للتعف تبو ترعف ولكنسي جباتم سنغاسم برو فلق جتي جدوبا ألا وهو إسلام عمر بن خطاب عمر بن خطاب إسلام بدوبا أسلم في ذي الحجة بعد ذي الحجة سنة ست من النبوة بعد ثلاثة أيام من إسلام حمزة حمزة إسلام بيقول يا سدفا عمر إسلام بدوبا كان قد بينا جايبا وكان النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان يسني تو نيتا قد دع الله ربي خاتي سندرا لاسلامه عمر كان اكرم باسلامه فقد اخرج الترمذي عن ابن عمر وصححه واخرج الطبراني عن ابن مسعود وانس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اعز الاسلام يا ربي اسلام ما تنجبي بأحب الرجلين إليك نما لمرة خرج على التون نما لمرة نما لما خبك خير جرو خاتي رجع على التخيتا لما سنيرا توقون أما تيجي بيتيجي بعمر بن خطاب أو بأبي جهل بن هشام أما تيجي يا رب أبي جهل في عمر كان را نما إرجع على التون أما تيجي نجي بيتيجي دوا لما كان را خير رجع ربي بغامي خير خيري زانكري جيجي jala lamang kara toko islamu yunan dubin amanti irkun irkati wanju bin khanabi inga wasmau ha jala lamang kun abu jahli kunis rabbu ma khara malik abim malik sila jahar saja basur itu usurab bin khara khairi kabe jahar sabudda sa itu nami sadru ada kunjuru tom akalan ga kufri buda ansa dua lagad rafa'al islamu salmana farisi kama wada'a shirku sharifa abi lahbi je salman al farisi اسلام ما الفوته جونو قايراني دوفي شريف ابو لهب شريف علي شريف فلان جني شريف ابو لهب شرك لفات بتغوت جدوا سلمان الفارسي ايمان الفوده جندوا ها سلمان منا اهل البيت جدوا درجات اركتت سلمان منا اهل البيت هجركتت ابو لهب مولا قدوا جدوا سلاسي اسلام يرمني ابو جهل دولا بنجر جدوا صدركاته وما فدتو لكن كفرين أبو جهل يقول دوا أبا والله لا جنين دوا ربي والله لمي أبا والله لا جنين لما أنك الرأس قول يا رب أمن تيجا بيسي نبي انقام تقول دوا يقول فكان أحبهما إلى الله أمرته دوا دوا يسير رأنا من ربي جالتي خيري في الانسل أمرته وبعد إدارة النذر في جميع الروايات إيقا إلى التخين أوليقا كمني رواية هند خيسة التي رويت في إسلامه أكاتا أمرت إسلامه يخانا خيسة رواية أوليقا دوقر الله يبدو ني اغراني ملتا ان نزول الاسلام في قلبه اسلام ما نكت قلبي عمر سين تكا تدريجا تكوتي كون سين تيجا وابو يوسف وكا بحكات تبو ايمي دوبا اكام ذا خليلي مي تكوتي كون امان دين قلبي ساسينا دو تيجي ولكن قبل ان نسوق خلاصتها وصوت ام فاسدا ان اوفن ان اودي سين درتي نرى ان نشير اخي خوف ناجا إلى ما كان يتمتع به رضي الله عنه من العواطف والمشاعر إيه وان عمر قبط أبياء لابتو فيه وواجل بتمو فيه وأبياء كانت عمر أمت قبو وان مشاعري في عواطف وان يرهندي وان قلبي نما خياد شعوري نما أرقبي وان تكنم بتو وان تكجل لابو أبياء كانت قبط ريجا موارا كسي اتأخيخ ناجي دوبا رواية أكتا عمر إسلام يوتو رواية أدى ولي بوري أكتا قوة لنقو قولي دوبا حاسو إنه خلاصا قولة جيدو ما شون فازلة إجباسا قولي دوبا صحاباتو إدو صحابا إتي إسلام يخانا صحابا أدى خلادرات أدي فمته الدون دوبا كان عمر معروفا بكما بحدة التبعي تبعيان سا نما قرتي بوتي قبو نما دفي آرو خجن نبي دمي نما بوتمو دفي نما قصي تريجا وهند عمر خبالي عمر تاوي جيتو دغيزا دوري زكر ما نما كراجي نما عركا ومؤفان وغيان دغو جيراغا قا مغدو وهند نما طبيان دفتي بوتم سانتوريجا وقوه الشكيم امبت نما رورو فدني
رور وانجا قبلون بيخو دوبا ميد ظلمي وانجا انما قبلون ننجي دوبا. وطالما لقي المسلمون منه الوان الاذى زبنا ديرا مسلمتوني چنكي عمر محنا رامودة جان دوبا مسلمتو تقول تقول دابي غافة نيز جنكي قولي. والظاهر انه كانت تسترع في نفسه لبوزا غيرت واللوزي مشاعر متناقضة فدي الدجاج قلبي عمر كيسا واللولا جيتوبا قلبي سا خيرت مالتو يتسارع قبصو لقلو جرا اعترامه للتقاليد التي سنها الآفاء خبجان اني وان ابوتين سا خرابوتي قبو سنس والاجداد واني اخاهم خرابوتي عبادة آو توز وايمارو توز واني اخاهم سا خرابوتي سون سنس قلبي سا خيرت جرتي سنسني خبجة مقاطع كان اما فيو ثم اعجابه بسلامة المسلمين اما موقع تاكام مالتو يسا واني خيستاو قبصو لي قولي خالا موقع تاكام مالتو يسا اجايب سيدا سلامة المسلمين جبيني مسلمتوني جباتا واحتمالهم البلاء بلاء اسام باعتنتنا في سبيل عقيدتهم خراء من تيسان رتب قبص بلاء امني اسلاما باعتتونيس قلبي عمر مغاتا كان غير متقوار كتيجي مالي عمرني كلام مالي رتك سبرن واني رتسان سبرتو وانو محاكاتي واني جوز كذي غري قلبي ساقا منا قلبي جا وغري مو جالالتي خرا عبوتي ساتنس غرطكو عبتي جدوا زبنا ديرا قبسو غنا قلبي دا غير تري جدوا. ثم الشكوك اماز التي كانت تساورو شكيني سوغوتا كتا كتلو كأي عاقل أقوم أنا ما تقول خاطلي كبوت يقول عليه يروه تكتك الشك يتلوفا في أن ما يدعو إليه الإسلام وأن إسلام ما إنما يمتون قد يكون أجل وأزكى خناتو إرى بقالة خناتو رق القل من غيره وانبرو الرا تجسس كذي غري قلبي ساتن مروك تجي أبوا تجي وفما أفضل الأبان نمالي وأن أمان ديتنا بوون جرتو جسس كذي غري قلبو خيسة تركة جسوبا سمعت إيرا وان كان هوا سمجد بوليغت ولهذا تنافو ما إي يثورو يقع أتالو في الإز حتى يقول محمد التبوتي جدوبا تنافو قال وان تكلف عفيقز في تباسون دندو إلا دندفا جدوبا نمني سباتا قبل وان تكلف في تباسون دندو شكي وان قلبي سيجرتون باتين اللي سواتي قمع خيتي حكا جتي يوتي أمن تقفى وانسا في تباسو دندي سمالي يو دي روكب دي روكب دي روكب جنة واتك تيوم دندي قيمة جيقل لي روكب دندي يوغا اتالو في دي يسور حتى يخور دبير دابا نجيت مالي مرتين قوتوا قلبي سنجر شكين سينتي تنزم معلامو مقاري لي وانسا ندرو شكيتون اني بودا دو قرر غيا واني رجل سنسني شكا خراب بافي سنجد لسنسي تلفاتي أكرا جدور خلا أوليغت بين جذب ومد وجزر يعني أوليغت هاركي فمدوا وخلاصة الروايات مع الجمع بينها شنفى الرواية وواية إسلام ما أمر دبت جدور روايات نيتز وليد كبادا في إسلامه رضي الله عنه أنه التجأ ليلة إلى المبيت خارج بيتي قالت كمانا سارا على بروفه أمر كبالت تما فجاء إلى الحرم حرمت في بر ودخل في ستر الكعبة قردو كعبة جلا سيري كعبة قردو كبديمي قردو سن وفي وجه قردو سجاد عبان دوبا ودخل والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يسجد نبينا كده عباسي صلاة دوبا إن قردو كعبة سجاد عباسي دقائي فد وقد استفتح نبيني إيقالي سورة الحاقة الحاقة سورة جانتنا إيقالي فجعل عمر يستمع إلى القرآن عمر دقائي فشسين ويعجب من تأليفه بريد من القرآن كوليد أبطخنا أجايب السيد ما جاء عمر قال فقلت في نفسي لبوتي يخيطني ججدوا هذا والله شاعر ججدوا نمني وقرأي مدرك الرقرأي قلبي نمفودو نمني بوچي سيما لك نمر راهيقو نمني وريرسي قمال لولا نمبويسو شعرات قوة قبضون شعراني قهي نسان قبان قدو لوري ولا لودوبا يو لولان ولقنا ما خاص بني انسان ما مدرك ابا يو قرار في الانيس ولا نوارا ورمسني اتش بيدرا امته قبا يو ارجو ما خنا في الانيس انسان ما كنسيتا
warai kalbi na ma kabe harka kabu eh ni beida kawuso ta yero zani wara wala loda yogga qur'ana ka barede wali dabate kalbi na ma kabu kanar o o abu dumana gade de jana ma ba dia gura ni mole da kare na ma sauti baredu kabu ha on duang gade de jani duwa na ma garati shaboye bi hala itibasu bi khudu mole sa na maju bi ha jan duwa na ma sauti sa gadu ma barte garde akasi bi ha gandi abu ma gade de mun jani duwa khaisi farusi arrawasi amma ni ajaibe wallahi hada sha'iru kama qalat quraish je quraish duwa bantin antiki sha'iru maje barama hasasu ma jabar woni yada bade summa qala faqara adabi ni karai je bar innahu la qawlu rasulin karim bakaju beje wama huwa bi qawli sha'irin qalilan ma tu'minun ayata jura ga yakwam bi khaisu maje biza hanu de mu barde Quran ku wajete shaireti miti bakaju yogage qala qultu abotu nisdidemi e qultu kahinu abada raidu da jeje duba nama warabu jeje wa qala wala bi qawli kahini qalilan ma tadhakkarun jeje bo amba jeje raidu tizimit aqlu ma dabdani ya dannuni tin kai sa qutte male qurani wajete raidu tizimit tanzilu min rabbil alamin jeje duba tole قال فوقع الاسلام في قلبي اسلام ما في قلبي دي غيزه بوته جدو هاي ديبسان حاصلني قلبي تي حاصل كي دي اكنما كرام انرجت ديبسان اتخنافت دو قران مو هو دي مو جدروانو درام بو يبر قران نرمو ريبر درام بو دي مو جي سمات ار دغي بده مري لكن دي بو ني غرا خيت يا دو ديبسان هادي كان هذا اول وقوع نواه الاسلام في قلبي درفيرين اسلام ما قلبي عمر ربوتي خنيجه لكن كانت عشرة نزعات الجاهلية قولوا لي بوتة جاهلية والعصبية التقليدية أما هودين نمته دمورا والتعاظم بدين الآباء أما أنت أبودتهم بونون هي غالبة على مخ الحقيقة وقاقر تسلا حقيقة دا ta qalbi umake sun san haboyi jirti je duba islam ma nan mo qalbi rabute jirti lakin qololli zulmi da ajahiliya da sun ka hada fi abajara de mu da ka amanti abbau fi khabaju da sun itu ma hagoge jira lakin amanti qalbi rabute je mal to abo qololli guddon jahiliya ko itagoge je duba ha allati kana yatahammasu biha qalbu wa qalbi umar itihasa sun kana hagoge je فبقي مجددا في عمله دلغا ساي توف في ضد الاسلام فالله اسلام مرا اما يا خما اسلام ارى اسلام ما حق يجون قلبي ربوته ان اسلام النبي فما خما اسلام ما حق ربوته قولوا الظلم دا جاهليه سنتو قام سجدوا غير مقترس بالشعور دان تنكم وان سلا قلبي صاحب الذي يكمن وراء هذه القشره وان قولوا الظلمي خرج لا دو ملت زنبتيتا واي ايمانا سن تقولوا الظلمي تنجلا ملت سن عمر دن تانغو نجي ودو قلبين سا عمر لك عمر دا خراب له ديو جدو قلبين جتو دي ديو سم الظلمي تكو في جدو اما اسلام ما كجلو دي بادي بتين كي بل بيتي لكن قلبي ربو سجال وكان من حده تبعه ابي عمر نما ارد في بوت متورا وفرت عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي خنجي بوسا دانغا دبرورا انه خرج يوما غياتك متوشحا سيفه غراديسا لديتيد ملبدي فدي منابيبو يريد القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم نبو مخناو دبن سجدوا ايغو مخناي بار ايغو ما قران هداغي بار نبو مخنايو دچرا خوتي سيو فلقيه نعيم بن عبد الله نعيم بن عبد الله نتيجه انتو اتلوفي ان حامل عدوي جنيني او رجل من بني زهرة او رجل من بني مخزوم فقال اين تعمد يا عمر عمر قرام ديمتا نمنوغا خرام لدي مني بيزة دوغا ابو قرام ديمتا نمنو ما شاكا قوات شاكا ايز ديمتا بو عمر فقال اريد ان اقتل محمدا محمد قان اجيزو ديما جيبو دوغا محمد مقرا خوشيزو مالي فتنان ابتو دي قال كيف تعمن من بني هاشم يونم تجخنا جيف دي بني هاشم يوكمي امان تاجي دوغا akam na goti je tura man taje duwa duji tabami nami na mafira nafu hama ko hamata ko kajen santu jira ha uya rakko sumatu na jala wanje santu jira rakko ko nami lammi wulide bidi bani ashim tare yo kam gota je je bar
وقد قتلت محمد يوم محمد الجيفت انجي نيري فقال له عمر عمر نجي ما أراك إلا قد سبوت أتي تيتو ما فو خرر راباتي تيتو ما فو وحابوم تجي جيبا أتي تيتو فو أما قوانا كنا قفو نزلو قبل صحابي جنين قافة درسا نما خلا أمنتي نبي محمد صنقا صحابي جنين وحابي جيكما وحابوم تيو براتي يجي بربو وتركت دينك أمنتي تيتو إفته الذي كنت عليه يجي بريو واني أما أكرتني كنا نجيت يجي بر قال افلا ادلك على العجب يا عمر ما يدبيت ان الرب غادي عمر وجيجي دوبا اديتي ديبو خرر رابات مال مال وانا كان انجي تجيني بنن تجات وني اسلاما زلن ديجي يوغا خنا يا عمر تنرنا ما جازي موجي اتي على اودي زمان خان كي دوغو بون قبدو على اسو جيرتا مي تنرنا با غادي موجي ان افتك اوبريتين تيدي في وختنك صدان كي قل صبو اذا نو بر اسلاما وني جيجي دوبا ati ala dem dene mazan gurin je duwa o ben de islamo ite mana he gumon galdu sodda gadi islamo je ni barbo tabasa dage je gaba je wa taraka dinak alladhi anta alayhi amanti ati reje to gandidi je bar je o bayyage do ha famasha umaru damiran umar dubbit na gara qabate do ma khote do hatta atahuma mana o boleti do fe o boleti je jarta bira wa indahuma khabbatun arati do ci qaraisu jira do ba khabbatun arati walli qariya ci ka ba هونو قتائي جرأي تقوم قم أبو خبابة چيزوا أبو رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين معه صحيفة ورقاتك ركاكبة فيها آها ما أنزلنا تقصوا كيسا قبضوا ورقات ورقاتك قوتك قبا أشي غندا كان قواتش دوبا يقرئهما إياها أشي ورقات إرى غندا لمن جرى لبعض إسلامي خان أشي دا كان قواتش دوبا وكان يختلف إليهما guyu qabbab gan sanid devet wa yukri umar qurana janduba guyu gan sanid deme qurana karaiti kile ke qurana karaiti qurana karaiti falamma samia khabbab hasa umar yuguma shakhami milana ma dagai umar tawu swa bayne bayta khabbab dubinga ikiti la bayte tawara fil bayti mana khayta ke sayi doqale duba e hajala karaiti jirami shakham shakhami ala ta kadagai nyan qurana bar doisan ma karaiti ni bar ai basal mi kureji gan dubu tumi fitnam ya gajira bar ya bulisa bar fitna kana kan karaiti وانا مظاهرا كن نغيتي انه حرام خيان على ديسيو كرازيت نمي سيغا فدون جيري نما كراي سودا من خني سانا كن حنان غدك سياني كراي زندو يوغا صوتي دغي من خيسا دو خني دو خباب من خيسا بدي اكي سات دو وسترت فاطمه فاطمه اخت عمر الصحيفه ورقاي من راكراي القران جي القران جي تشوبر ورقاتي كو صفوتي اوات دو ega sirri dami woni amba abba fa di atu bar basasa mi namni fuqul wayi mami waraka ci awani tattala fa na tawadani man haji bulle male fa lama sintay janid ba ta aduba wa kana samia umaru hina dana min albayt umar yire mayro mana jira de asan dagaye jira qira'ata khabbab ilayhi ma wali mi qaru dagaye jeduba nam de ka wa qara'i sujuru dagaye jeduba falamma dakhala alayhi ma qala ma hadhihi heinamatu allati sami'tu mali gungum sunni tindage sunta mungitan so mali jebar faqala nijan ma ada hadithan tahaddathna bainana ha sawnu tijidu de nyata asu nebiro wanda barre ha saw ma khenya janin numa ha saw jira janin kharatu fanimi qala fala'allakuma qasabutuma idin bar fibu kharar rabatani bar mo sabu je tunu mo ma jadele akaz nafakata jeri bar odu da be du femi ala faqalahu khatanuhu soddan sane je ya umaro araita in kana alhaq fi ghairi dinik me odi ya umar yo haini amanti dan tetana rafalla bakabiru khajira usate kam gota je du tamma garan jira te isami e yo haini falla hanke jira de ho akamillal ta je ni bar ha ati batil ra jirta nyen nen dirre beita na madiba sodda di ju sammo ndan da wona dinida wa na madawa na biji arka woni beita mi ati me akam gota je yon amantin hayi kharaati amma lal ti khana ra ala hajiratu tade alla khana yo ayni de akamil lal ta je duwa فوثب عمر عمر صدا في خنوا بغامي صدا الرؤ تالف فوطئه مرمرا عبد جدوبا
فجاءت اخته ابليتين في غد فرفعته جار تسر قبل كي دربيتو جبات دبين جار سوير رجالا قبل كي دربيتو فنفع نفحه بيده خبل اتغلق فدما وجد يغفول الرياس يدو ما انا ما فينا مربك بريسو يو كنتي سنيس مال فتنا كان ما نجا انت لخبل ديني الرياي وفي روايه ابن اسحاق انه ضربها فشجها متى مديه فقالت وهي غضبه دلنت من تلتريز لجيت ابو عارك يا عمر ان كان الحق في غير دينك يو هيني فالله من دين دي غيثت اكم غوت يتدو دغ يبو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله يتدو اما عارك بيقول له تيبي هيني فالله من دين دي غيثجرا اكم غريتي هيني فالله غيثجرا اشهد ان لا اله فلما يئس عمر عمر يوم غرا مرته وراء ما باخته من الدم وبيت ديني لا يوسف قارج نتي ما نشي انا وي واستحيا كان فتي يندوا يا ابو بيتي وجه تجيز من انا ما سيني ربش وقال اعطوني هذا الكتاب الذي عندكم وريف قرات سنك ناجوا ها فاقراه بين الاثنين قرا فقالت اخته انك رجس اما قامتيون اتي نجسا ها ولا يمسه الى المطهرون جت يدوا نما طاهر ما ينم نبرون توقاتي كافر ادي نجسا تقون ندي ورقات انجه تما ارتمي خلاص وليون سودان جردو فيتو صافيتو ايماني تبي مساتو وكنوا صبريني كلام يوتي توقان يوتي بان جبا دمو ايماني بتني زرورو ها ادي نجسا قرؤ ما ودن دي ورقات فقم فغتت الخيق عمل كردو جتي بربو دكتيفتي بو قام فغتسل ثم اخذ الكتاب فقرا فقال أسماء طيبة طاهرة ما لما كان كببر لقوقان جيتوبة ثم قرأ طاها حتى انتهى إلى قولي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري سورة نكري يعني الله ربي موسى انجي يعني الله قبر ما انبرونا وليجروا أنا ما قبري قبري صلاة أنا ما صلاتي فقال ما أحسن هذا الكلام ما لها سوني كبري جيتوبة واكرمه ما لها سوني كن تشوليدا دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم محمد نغي جبك جرو جدو اما ترك ايمان تكوتي كوني تدي بيسي تدي ميسي تدي ميسي سيني خزاه اما بك محمد جون غيلجا فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت خباب قالت انا دغو بك دو خديج واسوت عليه يا عمر ابشر يا عمر فاني ارجو ان تكون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس جدوا يا عمرو دعاء النبي هل كان خميسا سيقولي هل كان جمع الليل من الخميسا دي دعاء النبي سيقولي سن سيقولي بلم تيشور أن يالا يا عمر أبشر اللهم عز الإسلام بعمر بن خطاب نبي قبطه يجي أو بأبي جهل يجي واللي ربي سيقولي وديما يا عمر سيقولي بلم تيجيبر أبو مكروخة يا سطالي ورسول الله في الدار التي في أصل السفا نبي نون ومن سفا جاجر تجرى فأخذ عمر سيفه برادفته فتوشحه برادفته ثم انطلق حتى أتى الدار من صدق إبار من نبي جل فضرب الباب هلال التوري فقام رجل ينظر من خلال الباب فقال فأخيك آوى هلالي يلا لدوبا باكي باكا دويسات إبار باكي أما خيساو صفاتون باكا دويسات نبي صحابة وجوه القن نبساني دندر رئيس فقودة خاصيت بو بيما في دينام بو تجي تشمع زيت بو نما درو انفورميشن اكو جي تولا دوا اوا يوغالان فرااه متوشيا سيف خغوادي لبادي فديدي مورد فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي تي بيدوبا عمر بو هنو غوادي كبا تي جي واستجمع القوم نامني باك ماجرو كو كو باوي جان دوبا سلا نو غسوف دي ماجي فقال لهم حمزه ما لكم مال تاتن قالوا عمر ابو عمر ندوبي فقال وعمر عمر يوتي مال افتعوا له الباب جيبر بنا دي مراج فإن كان جاء يريد خيرا يو خيري بربادر فبذلناه نخل ناف يو خيري بربادر وإن كان يريد شرا يو شري بربادر فقتلناه بسيفه قراد ساتني نجيزة جيندوا تيني ديمونين بني راديمي جيبر يو خيري بربادر خيري رابسيني فرادا يو شرني بربادلو في قراد ومن في الرقمون الجيف نجدوا بنام بو هلال را وقن جواب رحم حمزة صفات أسيت ألا كان بقى مجمنا من كنايا قتلناه بسيء ورسول الله داخل يوحى إليه نبي وحي تقول مجرد جيف مرقية جيرا
فخرج إلى عمر عمر تسبيبه حتى لقيه السلفة في الحجر حجرة وجو من خير وأخذ بمجامع صوبه توساك القبيت وحمائل السيف قرادس والجمال ثم جبزه جبزة شد نبينا كانت أبي أصبوتي جي عمره جي أما أنت منتهي يا عمر أتدوركم في انديات عمر أمال جي إلى ستة من خلال نفتا جي اندوا ما لفقى بجاء في تنقوني جي إلى أما حال الظلمي خلال رات أوركم في انديات حتى ينزل الله بك من الخزي هم ربين إكين يسيت بوسو والنكالي عذاب ما نزل بالوليد بن مغيرة ووليد بن مغيرة بوسو هم قرب بسي بوسو ومرة تنسر ويتومي جي بالنبي إخا نما تقوقا إلى من أعرفا سينما جلدو واني جاني مالذي رزيج آتي هم قرب بين أكا وليدتي مصيبة بوسو ومر سرى ونتي سبر جي وليدي سوهوه سبوه اللهم هذا عمر بن خطاب يا رب عمر كان اللهم عز الإسلام بعمر بن خطاب نبي جدوه فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله.